أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت النقابة العامة للتعليم الخاص تعليق إضراب المدارس الخصوصية احتجاجا على الضرائب، مبررة ذلك بإفساح المجال أمام المفاوضات، مضيفة في بيان صادر عنها أن وزارة التهذيب الوطني قادت مبادرات ومساعي من أجل حلحلة المشكلة. وكانت الإدارة العامة للضرائب قد أعلنت في بيان صادر عنها أنها وجهت 10 إنذارات للمدارس الخصوصية قبل مطالبتها بدفع الضرائب، مضيفة أنها أغلقت 9 مدارس رفضت التجاوب. نتابع. النقابة العامة للتعليم الخاص تعلن تعليق إضراب مدارس التعليم الحر بنواكشوط والعودة لمساولة التدريس بدءا من يوم السبت، وذلك بعد يوم على إعلانها الدخول في إضراب يستمر 3 أيام احتجاجا على الضرائب. وتقول النقابة إن مدارس التعليم الخاص ليست ضد تسديد الضرائب، مطالبة بإصدار قانون ضريبي يتناسب ووضعية التعليم الحر في موريتانيا. التعليم الحر ما هم مابع عن دفع الضرائب، بل يحث الجهات الأخرى على أنها تدفع الضرائب، يغير يطالب بإصدار قانون يتناسب ووضعيته، يطالب بقانون ضريبي يتناسب ووضعية التعليم الحر، وأنه مستعد لدفع الضرائب في لحظة يطبق فيها هذا، وأنه مقتنع بوجوب دفع الضريبة، وأنه يحث عليها الأجيال اللي ربى، وأنه يحث هذه اللي بين يديها، وأنه بعيد كل البعد عن عدم دفع الضرائب. وكانت الإدارة العامة للضرائب قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أنها أنذرت 210 مدارس خصوصية في موريتانيا 10 إنذارات قبل مطالبتها بتسديد الضرائب، كما أعلنت إغلاق 9 مدارس إثر رفضها التجاوب. وقد وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد والمحم إضراب مدارس التعليم الخاص بغير الشرعي، مضيفاً أن المدارس الخاصة المعنية كانت تستفيد من فترة إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات وقد انتهت. وليس من حقه منهم يخسروا قرايه تلاميذ اللي هي مسؤوليه، اذا عاد سندتها لهم الدوله بامكانها تسترجعها في اي وقت، غير ما يلا يعودوا يخسروا قرايه التلاميذ على مله مطالب. لو كانت مشروعه نتعاملوا معها، غير من تعود ما هي مشروعه. انت ليس من حقك انك الطالب انك تعود تمارس نشاط تجاري ولا تدفع الضرائب للمجتمع وللدوله. لذلك ما فهمش قد يبرتوه، خاصة إذا عاد كنت مستفاد من فترة سماح لمدة 5 سنوات. وتوجد في موريتانيا 410 مدارس خاصة، 200 منها لا تزال مستفيدة من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح بها القانون والتي تصل 5 سنوات. ومعنا في الاستوديو المختار والقليب رئيس النقابة العامة للتعليم الخاص. أهلا وسهلا. بداية، ما طبيعة المفاوضات التي على أساسها أعلنتم تعليق الإضراب حتى إشعار آخر؟ أولا نشكر المدارس الخاصة التي ساهمت كلها في إضراب التعليم الخاص الذي نجح 100%، ونشكر كذلك آباء التلاميذ، ونشكر وزيرة التعليم التي قامت بهذه المفاوضة مع إدارة التعليم مع إدارة الضرائب من أجل حلحلة هذه الأزمة. الأسباب التي أدت إلى هذا الإضراب هي هذه الضريبة المشحفة التي لم تراعي الظروف ولا تتناسب مع داخل المدارس. لكنني سألت عن طبيعة المفاوضات التي على أساسها أعلنتم تعليق هذا الإضراب وفق ما تدخلت وزيرة التعليم وضمنت نزع الأقفال عن المدارس المقفولة وتشكيل لجنة من إدارة الضرائب والنقابات من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، ونحن قبلنا بهذا كطرف، وسيتم هذا ونعلن تعليق الإضراب بهذه المناسبة نتيجة لظروف مراعاة الوقت الحساس ومراعاة رفية التلميذ الذي هو الهدف والمهم عندنا. استجبنا لهذا ونشكر الوزيرة على تدخلها لحلحلة هذا الموضوع. لكن هذا الذي راعيتم الآن وعلى أساسه علقتم الإضراب، ألم تراعوه حينما أعلنتم الإضراب؟ نحن كنا في ظرفية وأصبحنا في ظرفية، نحن مشكلتنا مشكلة هذه الضريبة الجاحفة
تدخلت الوزيرة، نريد من هذه اللجنة بحضور إدارة الضرائب أن يصدر تخفض هذه الضريبة، ويمكن على أساسها حل مشكلة هذه الأزمة. ونراعي، نحن كنا نراعي التلميذ المدرسي وهو الهدف، وما زلنا نراعيه. لذلك الإضراب كان يجب أن يمتد 3 أيام، ولذلك تم تعليقه. طيب، البيان تحدث عن مبادرات ومساعية تقودها وزارة التهذيب الوطني في إطار حل هذه المشكلة، ما طبيعة هذه المبادرات؟ هل هناك شيء ملموس بهذا الخصوص؟ أولا نزع الأقفال عن المدارس المقفولة، ثانيا تشكيل لجنة من النقابات وإدارة الضرائب من أجل إيجاد صيغة معينة يتم على أساسها تخفيض هذه الضريبة وتقسيطها، وشكل المفاوضات سأعلن عنه لاحقا. لكن الآن واقعيا لا توجد مفاوضات؟ توجد، هناك ضمانات من الوزارة بتشكيل لجنة من أولا نزع الأقفال، ثانيا تشكيل لجنة من النقابات وإدارة الضرائب بإشراف الوزارة من أجل حل حالته، والنقاط ستضع نقاط على الحروف من أجل حل هذه المعضلة. ولذلك علقنا حدد أجل للبدء في هذه المفاوضات وما أطرافها، هل ستكون مباشرة أم لا؟ حتى الآن هذا كل ما لدينا، ونحن وقع تعليق الضرائب في العطلة في هذه الأيام، ولذلك سنعطي المعلومات كلما تم قطعت المراحل ستتوزع. طيب، الإدارة العامة للضرائب أصدرت بيانا قالت فيه إنها وجهت 10 إنذارات لهذه المدارس قبل أن تطالبها بدفع المستحقات الضريبية، وبعد أيضا أن انتهت الفترة المسموح بها كإعفاء ضريبي كما ينص عليه القانون. نحن الآن في مرحلة الصلح، نحن في النقابات طالبنا بوضع قانون ضريبي ينظم هذه الضريبة بالنسبة للتعليم الخاص، ويراعي خصوصية التعليم الخاص، الخصوصية التربوية والاجتماعية. ولذلك نريد المطالب التي قدمناها أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن تتعامل معها الوزارة وتتعامل معها إدارة الضرائب، وبالتالي يمكن أن نتجاوز هذه العقبة وأن يكون هناك حل مرضي لجميع الأطراف، وبذلك نعلق هذا الإضراب. لكن هذا المطلب هل كان يوجد لديكم من قبل حينما وجهت لكم 10 إنذارات وحينما استفدتم من فترة إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات؟ هل كانت لديكم هذه المطالب أم أنه تجددت بعدما يعني لم تستجيبوا؟ نحن كنا نريد ضريبة المستحقات الضريبة. نحن كنا نريد ضريبة تتناسب مع دخل المدارس، ونريد نص سن قانون ضريبي ينظم الضريبة بالنسبة للتعليم الخاص ويراعي. لكن هل الضرائب المفروضة ألا تتناسب مع حجم الدخل المصرح به من طرف لم تكن تتناسب معها هذه المؤسسة؟ لم تكن تتناسب معها، ولذلك لو كانت تتناسب معها ما قمنا بإضراب. نحن قمنا بإضراب نتيجة لهذه الضريبة المشعفة، ونريد من الوزارة تشكل لجنة بوجود النقابات وإدارة الضرائب، وأن نتعامل مع هذه الضريبة بالطريقة التي يمكن للمدارس الخاصة أن تدفعها. لا نتهرب من دفع الضريبة، ودائما نؤكدها أننا لا نتبرع من الضريبة، بل ندفعها راضين بها، لكن نريد ضريبة يمكن دفعها. إذن المختار والقليب رئيس النقابة العامة للتعليم الخاص، شكرا جزيلا لك.